بالنسبه لمساله التبني، التبني حرام. والذي يتبنى طفلا ويسميه ويسميه باسمه النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه لا يشم رائحه الجنه. وكذلك الذي يعطي ابنه لغيره ليسميه ليلحقه به كذلك. والابن اذا بلغ وكبر ابن او بنت وعلم بهذا وابقى نفسه مسجلا بغير اسم ابيه كذلك. من الدعية إلى غير أبيه وهو يعلم لم يرح رائحة الجنة أو حرمت عليه رائحة الجنة الموضوع خطير جدا لأنه يوجد محارم ليس لسنا بمحارم يعني هذا راح يعيش ويا رجال ومرته مرته مو محرم راح راح يحسبها امه وراح مثلا تلقي الحجاب امامه بالله بالنسبه لهذا السؤال هي محرم خالته لكن على اي حال هو سيرث من حق غيره راح ياخذ من ابو امه ورث اقصد مو الحقيقيين المسجلين على انهم ام واب راح ياخذ منهم ارث وهو ليس وارثا لا يستحق الارث سياخذ حق غيره فهذا يكون حراما وبدون هذه الاشياء بدون كل هذه الاشياء هو التبني حرام بالنص الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الذي ذكرناه من دعى الى غير ابيه وهو يعلم لم يرح راحه الجنه بالنسبه لهذا الموضوع هاي البنت تبناها رجل رجل خالتها وخالتها تبى انه تسجلت باسمهم بعدين خلفت الاحفاد الان عرفوا ما الواجب الواجب تغيير التغيير يعني السعي الى التغيير السعي الى يعني يجب عليكم امران الامر الاول السعي الى التغيير بالنفوس بدائره النفوس بالاوراق السعي الى تغيير الاسم والنسبه الى الاب الحقيقي والام الحقيقيه والامر الثاني ارجاع جميع الاموال التي تمت ورثتها من من الاب غير الحقيقي او الام غير الحقيقيه إما أن ترجع الأموال إلى الورثة الحقيقيين وإما أن تستسمحوهم لهم يا ترى احنا أخذنا هذا الورث جانا هذا الورث لأنه على اعتبار أبونا بس هو طلع مو أبونا زين فهذا حقكم يمنى تريدوه ولا تهبونا تسامحونا به فإذا سامحوهم كان بها نعمة وإذا طلبوه فيجب أن يرجعوه لأنهم ليسوا ورثة شرعيين